difficile in questo momento analizzare il partito. No, no, non è difficile. Veramente felice di giocare in una squadra così, di quello che siamo riusciti a fare stasera. Di veramente incredibile. Sull'ultima azione l'arbitro ha fischiato che ha visto solo lui. Non è che bisogna lamentarsi per questo. جالوجي بوفون في دوري الأبطال سنرى أعتقد sia molto probabile بأنه هناك احتمال كبير أن تكون آخر مباراة ولكن بغض النظر عن كل ذلك أنا أعتقد per essere بأنه من أجل أن تكون بطلا كبيرا على المستوى الأوروبي فهذا أن تكون مدربا أن تكون لاعبا أو تكون مشجعا أو تكون حكما يجب أن تكون لديك حساسية معينة وحس معين من أجل أن تفهم بعض اللحظات sul campo, بما يعني أنك على أرضية الميدان هناك فريق محدد نحن لعبنا بعشرة لاعبين في النهاية وإن لم تكن لديك هذا الحس فإنك لا تستطيع أن تكون في الحدث ويجب أن تبقى في المقصورة وتبقى مع عائلتك ومع بعض المقرمشات والكوكاكولا.